الأستاذ محمد ربيع الديه الباحث المتخصص في الشأن التركي ينضم إلينا هاتفيا للتعليق على هذا الخبر. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. وزارة العدل التركية تقول أنه يتم التخطيط لبناء 193 سجنا جديدا ليكون إجمالي السجون الموجودة في تركيا حتى الآن قرابة 580 سجن. ما دلالة هذا الخبر برأيك عندما يأتي من وزارة العدل التركية؟ تحياتي لحضرتك يا أستاذ همام والأستاذ المشاهدين. في الواقع دلالة هذا الخبر له دلالات كثيرة، وخاصة أن تركيا عاكفة على بناء السجون لاستقبال عدد المساجين أو المعتقلين في الداخل التركي. هذا يؤكد على سعي النظام إلى زيادة هذا العدد عما هو موجود الآن، إن كانت الأرقام تتحدث عن 250 ألف سجين أو 260 ألف سجين، نحن ربما يكون هناك أرقام أكثر من ذلك. هناك مساجين لم يتم الكشف عنهم في ظل حالات اختفاء قسري وغيرها تتم في تركيا. هناك أيضا حالات تعذيب في هذا الملف، وربما فتح هذا الملف حينما تم الكشف عن وجود تعذيب في وزارة الدفاع التركية. أيضا هناك يعني انتهاك لسيادة القضاء، ويعني وجود محاكمات عادلة، ربما كان أبرزها تقرير الصادر عن المحكمة الأوروبية التي تؤكد انتهاك تركيا للمادة التاسعة، المادة السادسة والعاشرة من مواد حقوق الإنسان المتعلقة بالاتفاقية الأوروبية. هذا الأمر يؤكد على وجود الكثير من الانتهاكات في الداخل التركي، وخاصة اتجاه المساجين. أيضا فضلا ذلك عن عدد من قتلوا داخل السجون التركية في ظل ظروف غامضة، ويتم يعني كد أن أسباب الوفاة هي أسباب طبيعية أو غيره، ولكن تكشف يعني إجراءات الفحص الطبي وغيرها بعد الوفاة أن أسباب الوفاة ليست طبيعية، وأنه ماتوا إما بسبب التعذيب أو التعرض للضرب وغيرها. ربما كان ذلك بارز حينما قامت مصر بتشريح جثة المواطن الفلسطيني العائد من تركيا زكي مبارك بعد طلب من أهله بتشريح الجثة. كل هذه الأمور تثبت أن تركيا ما زالت لديها أجندة في مواجهة الشعب داخليا وإفلاس الشعب وقمع. اتساقا مع ما تذكر أستاذ محمد، هناك مراكز حقوقية غربية تقول أن 120 حالة وفاة وانتحار مشبوهة سجلت بين المعتقلين في تركيا خلال العامين الأخيرين، وأيضا النائبة التركية عائشة بشاران تقول أن 1154 أو 54 حالة من السجناء هم مرضى في السجون التركية، وأكثر من 402 سجين في حالة خطرة وقد يتعرضون للموت. من المؤكد يعني كل هذه أرقام، ربما يكون أيضا الواقع أكثر من ذلك بكثير، يعني حينما ترصد هذه الأرقام هي ما تمكن الوصول إليه، ولكن ربما يكون الواقع في تركيا أكثر من ذلك بكثير. ربما يكون هناك مراكز أيضا يعني حقوقية وغيره رصدت أرقام أعلى من ذلك. وزارة الدفاع التركية ليس بجديد أن تعلن أنها تسعى خلال الفترة من 2020 ل 2022 في بناء عدد من السجون. العام الماضي تحدثت على أن عدد السجون سيتجاوز 223 سجن في تركيا بحلول عام 2022. معنى ذلك أن تركيا لديها أجندة في هذا الملف بأنها ستزيد عدد السجون، لأن النظام التركي يدرك تماما أن عدد المعارضين سيزداد في الفترة المقبلة، وهذا الأمر سيشكل تهديد عليه، لذلك يسعى إلى إسكاتهم قبل أن يعني يفكروا تهديدا مباشرا، وأيضا أن تكون يعني زي بمثابة إنذار للباقين المتواجدين في تركيا بأن من سيتحدث أو من سيتكلم في أي ملف سياسي أو يعارض النظام تكون مصيره السجن. وتهمته معروفة للجميع، هي الإرهاب، التعاون مع فتح الله جول وغيرها من طيب أستاذ محمد، ألا ترى أن هذه التهمة، تهمة الانضمام والانتماء لفتح الله جول، إن أصبحت تهمة ليست واقعية وليست لها أي محددات قانونية ولا أي تكييفات قانونية في تركيا، ويتم الاتهام جزافا بهذه التهمة للمعارضين السياسيين لأردوغان؟ في الواقع هي يعني التهمة كما أشرت حضرتك يتم توجيهها للمعارضين السياسيين في تركيا لفكرة يعني أن يجد لهم حجة في أن يتم سجنهم واعتقالهم، إضافة إلى تهمة إهانة الرئيس. أيضا هي ليس يعني هي تهمة ليس واقعية وليست جدية أن يتم
محاكمة معارض تركي بتهمة إهانة الرئيس بمجرد رفض قرار اتخذه الرئيس التركي أو معارضته بسياسات الرئيس التركي للتدخل في شؤون دول أخرى مثل والتنقيب عن الغاز في الشرق المتوسط. كل هذه أمور يعني باتت مكشوفة ومعروفة للعلن أن النظام التركي يلفق هذه التهم ويجهز هذه التهم ويكيفها ليجد حجج ومبررات على يعني لسجن بعض المعارضين أو يعني من يرفضون هذه السياسات. ربما كانت أيضا تقارير أوروبية تشير إلى أن الأموال التي وجنت فقط أو التي تم جنيها من خلف تهمة إهانة الرئيس التركي تجاوزت ال 50 مليون دولار. كل هذه أرقام أيضا كبيرة حينما نتكلم عن المعارضة تدفع هذه الأموال لكي لا يسجنون في تهمة إهانة الرئيس أو غيره. هنا أرقام أيضا تقلق يعني الوضع العالمي بشأن حقوق الإنسان. فضلا عن يعني ملف السيء في معاملة الصحفيين التي دائما ما كان النظام التركي يتعمد إهانة وعدم يعني حرية الصحافة لعدم نقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في تركيا إلى الداخل أو إلى الخارج، وأيضا فكرة غلق المواقع الإلكترونية وعدم حرية التعبير. تويتر تحدث على أن تركيا طالبت منه حذف أكثر من 60 تويتة أو مقالة نشرت تعارض النظام التركي. هناك مواقع أغلقت، مواقع التواصل الاجتماعي وغيره أغلقت في تركيا بهدف عدم يعني وجود معارضة أو لأنها نشرت لبعض المعارضين مقالات أو غيره. كل هذه أمور باتت الآن واضحة سواء للداخل التركي أو للمجتمع الدولي، وبات الجميع يدرك هذه الأمور. والداخل التركي يرغب في يعني التحرك والنفير من هذه السياسات، ولكن القبضة الأمنية التي ما زال يعني يقوم بها أردوغان اتجاه الشعب وقمعه وسجن الأطفال أيضا التي ربما تكون هي ذريعة للضغط على الأسر في عدم الخروج، وإضافة إلى أننا نتحدث على أكثر من 15 ألف سيدة معتقلة في السجون التركية. كل هذه أرقام تؤكد مدى يعني انحدار وانهيار حقوق الإنسان في تركيا. وملف حقوق أيضا الحريات الصحفية وحرية التعبير. نعم، وبحسب تقارير أيضا الغربية تقول أن تركيا باتت سجنا كبيرا للصحفيين ولحرية الرأي. على كلنا الأستاذ محمد ربيع الديهي الباحث في شؤون تركيا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.